خلينا نروح دلوقتي زي ما احنا متعودين كل يوم نتابع اهم اخبار النادي الاهلي واخرها والفرق كمان المختلفه، وهتكون معانا مراسلتنا العزيزه سالا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور مره ثانيه عليكي وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهواندو، طبعا بالصباح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما عودتكم دايما طبعا يعني من مقر النادي الاهلي بالجزيره هكون معاكم عشان انقل لكم كل الامور والاخبار اللي تخص النادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس خليني قبل ما اتكلم عن اخبار جميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، يعني خليني اقول لكم هنا نهواندو يا كريم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن درجه الحراره النهارده الكبرى 36 والصغرى 25، ولكن بالرغم يعني من ان درجه الحراره النهارده مرتفعه شويه والجو حر، ولكن يعني في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن زي ما انتم كمان شايفين ورايا في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي وبالاخص يعني كبار السن، الكل يعني بيحب ان هو يجي في يعني في الساعات الاولى من صباح اليوم ان هو يجي ويمارس الرياضه، يعني سواء في التراك لملعب مختار التتش او في صالات الجيم داخل مقر النادي. وكمان في اعضاء يعني بتحبوا تيجي تستمتع بالاجواء داخل مقر النادي الاهلي، فيعني دي الاجواء هنا داخل المقر، وتوافد الاعضاء يعني بيزيد كل شويه مع يعني مرور الوقت، بيتوافد الاعضاء وبتزيد اعضاء او عدد اعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. ده بالنسبه للاجواء. خليني بقى اروح لاخبار يعني الفرق الرياضيه والفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر ريكاردو سواريش، والنهارده يعني قرر انه لاعبي النادي الاهلي يرجعوا يستنفوا تدريباتهم مره اخرى على ملعب مختار التتش بعد ما اخذوا راحه سلبيه لمده 24 ساعه بعد ماتش المقاولين العرب. يعني النهارده قرر ان هم يرجعوا للتدريبات، وبعد التدريبات ان شاء الله والله هيدخلوا في معسكر مغلق في احد الفنادق في القاهره، واللي هتكون قريبه من ملعب المباراه استعدادا للمواجهه القادمه في بطوله الدوري اللي هتكون امام فاركو في الجوله ال 28 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم، واللي هتقام بكره ان شاء الله في تمام الساعه 9 مساء على ملعب استاد الاهلي والسلام. خليني بقى اروح للالعاب الاخرى، ويمكن خليني ابتدي معاكم النهارده نهاوند باخبار ليها علاقه بالسباحه. يمكن اداره الاكاديميات للسباحه بالنادي الاهلي قررت ان هي تفتتح 11 فرع جديد في يعني عدد كبير من محافظات يعني مصر يعني في جميع انحاء الجمهوريه، انه يتم افتتاح يعني 11 فرع جديد ليه علاقه بالسباحه، وده بدايه من النهارده، ولكن الافتتاح ده هيتم من بعد توقيع العقود الخاصه بافتتاح هذه الفروع، واللي هتكون يعني في انديه وزاره الداخليه في 11 محافظه. يمكن خليني اقول لكم ايه هي ال 11 محافظه اللي هيتم فيها افتتاح فروع اكاديميات النادي الاهلي للسباحه، وهي الاسكندريه، دمياط، راس البر، كفر الشيخ، المحله، بني سويف، اسيوط، المنيا، المنيا الجديده، وسيدنا سيناء والطور. ويعني زي ما قلت لكم النهارده هيتم افتتاح يعني هذه الاكاديميات، وهي كمان هيتم بدء العمل فيها من النهارده من بعد الافتتاح، وده طبعا يعني تحت اشراف نخبه كبيره من المتخصصين ومن افضل المدربين اللي تم اختيارهم بعنايه من قبل اداره الاكاديميات للسباحه بالنادي الاهلي. النهارده كل حاجه هتبتدي بالنسبه للاكاديميات، وكمان يمكن يعني خليني اقول لكم ان ده من ضمن خطه اداره الاكاديميات للسباحه بالنادي الاهلي، انه ينشروا يعني لعبه السباحه في جميع انحاء الجمهوريه، وان هم كمان يقووا علاقتهم بجماهير النادي الاهلي من خلال اللعبه دي. وطبعا اللعبه دي مهمه ليها اهميه كبيره، بتفيد طبعا جسم الانسان جدا، فيعني يمكن دي يعني من اهداف النادي الاهلي، وكمان من هدفه يعني الاساسي من اهدافه الاساسيه عفوا انه طبعا ينشر الاكاديميات في جميع انحاء الجمهوريه. استكمالنا جميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم تدريبات جميع الفرق الرياضيه سواء سيدات او رجال في جميع الالعاب الاخرى. يمكن النهارده ان شاء الله سيدات الطايره تحت قياده الكابتن حمدي الصافي عندهم تمرين الساعه 4 في صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره استعدادا للموسم الجديد، وكمان النهارده سيدات اليد تحت قياده الكابتن محمد عادل عندهم تمرين الساعه 7 في الصاله الكبرى بمقر النادي الاهلي بالجزيره. والنهارده رجال الطايره هيكونوا راحه سلبيه من التدريبات، ورجال كرة السلة هيبدأوا تدريباتهم في منتصف الشهر الحالي شهر أغسطس، ده طبعا بعد ما يرجع مستر أوغستي بوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي بعد يعني ما
يخلص عطلته في اسبانيا ويرجع في منتصف الشهر، هيبتدي على طول التدريبات مع الفريق استعدادا للموسم الجديد، واللي تقريبا ان شاء الله هيبتدي في اخر شهر سبتمبر القادم او في بدايه شهر اكتوبر، لسه ما اتحددش، ولكن تقريبا يعني هي دي المواعيد دايما اللي بتدي فيها الموسم الجديد بالنسبه لجميع الالعاب الاخرى. يمكن دي انا هواندي وكريم كانت كل اخبارنا النهارده اللي ليها علاقه بجميع الفرق الرياضيه، وطبعا الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. اكيد انا معاكم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمه ليك انا هواندي. انا بس عايزه اعلق على الفيو اللي سالا، طبعا بشكرك جدا يا سالا، بس